السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محب قناة المبلية البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك. صباح سعيد، يوم جديد على عيني وعلى عيونكم. النهاردة هنخش معاكم في طريقة تخزين المانجا، وهنعمل منها عصير زي ما انتم شايفين كده. شايفين عامل زي الرني ازاي؟ حاجة رائعة. صبت لكم كوباية عشان افرجكم الجمال. العصير ده طبعا مطلعينه من نوى المانجا، شايفين تقله عامل ازاي، شايفين القطع عاملينها ازاي، زي الراني يعني اللي يشرب كده ايه هيحس اللي هو بيشرب مشروب طاقة. طبعا خزننا المانجا زي ما انتم شايفين، مش منزله لا ميه ولا اي حاجه. يلا بينا نخش مطبخ ام بلال واعرفك ازاي تخزني المانجا، ولو عجبكم نعمل اعجاب للقناه. يلا تعالوا معايا نخزن المانجا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رحت بقى جبت مانجا، قلت عشان اخزنها طبعا منقياها جامده عشان اعرف اقطعها. بحب اجيب الزبده قوي، بتبقى جميله. ولما بعمل عصير بقى بعمل عصير سكر وبقطع فيه حبه زبده، بتبقى رائعه. سكر على ميزز كده بيبقى حاجه جميله. يلا بينا اوريك هنخزنها ازاي، تابعوني مع ام بلال. يلا بينا. طبعا لازم نغسلها غسيل كويس جدا، هبتدي اغسلها كلها جامد جامد اللي انا هنضفها، وبعد كده هوريكي بقى هنعمل ايه. اتغسلت اهي وبقت كويسه، نبتدي بقى ايه نقشرها. طبعا انا غسلتها كويس جدا عشان اعرفك القشر والنوى بتاعته هنعمل بيه ايه، لان مش هرميه الا لما استفيد بيه، لان لازم استفاد بكل حاجه في المانجا، تخزين وعصير وكل حاجه. يلا بينا بقى نقشرها. طبعا هتتقشر معاكي سهله لان جامده، عشان كده لما بتيجي تجيبيها حاولي تجيبي المانجا تبقى جامده عشان لما تقشريها تبقى سهله معاكي. تمام، تقشر زي البطاطسيه ازاي، جميله ومفيش في منها اي مشاكل. هقشر كل الكمية بتاعتي دي وارجع لكم. شايفين اهو خلاص قشرتها كده زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى هقطعها شرايح وهسيب النوى على جنب عشان النوى هطلع بردك منه العصير. بسم الله. شايفين هنقطع كل المانجا بالطريقه ديت شرايح، وبعد كده هوريكي بقى هنخزنها ازاي. شايفين بقى بعد ما خلصت ادي النوى بتاعها اهو. طبعا مش هرميه لان لسه دلوقتي هطلع منه عصير. خلاص بقى كده نسيبه على بعض على جنب. نبتدي بقى المانجا ده اهي قطعناها، شايفين معموله شرايح وجميله ازاي. نبتدي بقى نجيب الاكياس بتاعتنا نخزن فيها. عايزه تخزني في قوارب، عايزه تخزني في اكياس، انا بجيب الاكياس اللي بتبقى سهله الغلق. ادي الاكياس جميله اهي بجيبها، وبتبقى سهله الغلق اللي الواحد بيحط فيها زي ما هو عايز ويقفلها، وممكن كمان يعيد استخدامها تاني. وابتدي اعين فيها المانجا بتاعتي واطلع منها الهواء. بصراحه الاكياس ديت بتبقى جميله وصحيه. اجمع كده الاكياس اشوف كميه المانجا اللي انا عايزاها في كل كيس. كده خلصت الاكياس اهوت، هبتدي بقى ايه اقفلها اخرج منها الهواء خالص، وعينهم في الفريزر ما بياخدوش اي مكان زي ما انتم شايفين كده. بجد بتبقى جميله جدا اهي. بقى الحته الاخيره كده اول ما اطلع كل الهواء اهو واقفل، احطهم كده اهوت فوق بعض في الفريزر، فبتبقى بتسهل معايا وبخزن بيها من سنه للسنه، وكمان ممكن اعيد استخدامها تاني وببقى ضامنه الحاجه جوه.
وادي المانجا بتاعتنا. اقول لكم بقى النوع هنعمل فيه ايه. كده خلاص خزنت الاكياس زي ما انتم شايفين كده، عبيتها. هبتدي بقى اجيب النوى. طبعا النوايا عندي بيبقى لسه فيها مانجا، طبعا ما عرفناش اللي احنا نعملها بالسكينه. او ما اعمل ايه بقى؟ اجيب السكر بتاعي. نجيب بقى السكر بتاعنا، بقى سكر تموين سكر عادي ما يهمكيش. ادلقي وابتدي بقى بسم الله. مش هزود الميه دلوقتي، السكر مع النوى كده اهو هيطلع ايه؟ المانجا اللي في النوى. وبعد كده بقى ابتدي ازود الميه بتاعتي وافعص قوي النوايا كده اهو، هتطلع العصاره بتاعت المانجا اللي فيها. يبقى انا كده استفدت اللي في المانجا وهعمله عصير. تمام، ابتدي بقى ازود الميه. شايفين عامل كميه عصير تانية ازاي؟ بطلع النوايا، افضل اعمل كده في النوايا لحد ما النوايا معايا ايه تبقى بيضه كده اهوت وحلوه زي ما انتم شايفين. خلاص كده، خلاص زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى احطها في الخلاط عشان اضربها. ابتدي بقى اجيب الخلاط بتاعي. بسم الله. خلطتها خلاص. عايزه بقى اوريكم بواقي المانجا اللي في النوى عامله ازاي. احلى عصير. شايفين تقله؟ وهتطلع لسه كميه، انا لسه الباقي. شايفين التقل حتى بتاعه عامل ازاي؟ عايزه بس اقوله لكم اوريكم. شايفين التقل بتاعه؟ عرفتوا بقى بقول لكم لازم نستفاد منها ازاي؟ لسه هقول لكم بردك هنعمل ايه. شايفين القوام؟ ابتدي بقى اعمل ايه؟ هوريكم بقى المانجا هعملها بطريقه ثانيه. اقطعها فيها، اقطع بقى فيها مانجا حبيبات. هجيب مانجايه زي ما انتم شايفين كده اهو، قطعت طبعا حبيبات كتيرة منها كده. شايفين عملت منها قطع. تمام، طبعا خلصنا خلاص، عملنا القطع زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى اجيب العصير بتاعي. انا اوريكم طريقه سهله للقطع، وممكن انت تقطعيها زي ما احنا عملناها شرايح، وبعد كده تبقي تقطعيها سيور وتقطعيها قطع. هنزل بقى بقطع المانجا بتاعتي في العصير. هبتدي بقى ايه اعبيها، وبكده يبقى احلى عصير عندي مانجا بالقطع عامل زي الرني. جميل، استفدنا منه بكل الطرق. يبقى احنا كده خزننا وشربنا كمان عصير مانجا رائع. ابتدي بقى اعبيه، وبكده يبقى العصير بتاعي خلص زي ما انتم شايفين كده. شايفين المنظر اهو قدامكم، شايفين الجمال؟ وبكده يبقى العصير بتاعي خلص، والتخزين بتاع المانجا بتاعي خلص. ارجو لو عجبتكم الوصفه من مطبخ ام بلال البورسعيديه، فضلا وليس امر نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ام بلال البورسعيديه. دلع كرشك، دلع نفسك.